طيب تعالوا كده بقى نكمل مع بعض الجزء دوت. دلوقتي احنا عايزين بقى نملى الفريم. انا عدلت هنا السيتنج بتاع البروجكت بتاعي اتش دي، فنخليها مثلا دلوقتي احنا عايزين ايه، لا ناخد التاني فين، سوري كده، عايزين الدوائر الهيزي ديت اللي احنا شايفينها، بحيث تديني زي شكل قوس قزح كده خفيف خالص مالي الفريم كله. تعالوا نشوفه كده اوضح. يبقى مطلوب بالشكل ده. تمام، انا عندي هنا طريقتين عشان اقدر اعمل الحكاية ديت، هما حلو كده. اولا الموضوع دوت في خلفية السنتر دايو، يبقى انا عايزة نمسك دورة كده اهو، ويبقى عندي من هنا في الخلفية السادة قوي ديت. تمام، في الجزء ده ممكن حتى نستغنى عنها اصلا او اعدلها من اول وجديد. ممكن اقوله في البروسيتس كده عشان ترجع من اول وجديد، بس اظبط البوزيشن. لا سوري، parent dot flare 1 dot position. كابي وحطها هنا، بيست لا خدتهاش، ندخلها جلو تانية، فلير قصدي تانية. بعد ما عملت لها البوزيشن بتاعها نبتدي نظبطها بقى. احنا عايزين نخليها سوليد خالص، سوفت، اكبر ده شوية، وحتى نخليها كده. الطريقة الاولانية ممكن تنفع معاك او ممكن لا، هي يعني نفسها، انا بصراحة جربتها وما نفعتش معايا، معرفش ليه، اني بكبر السوفتنس ده قوي، وباجي هنا عند البرايتنس، باجي عند الكالر ويل، وابتدي اختار لها الكالر اللي احنا عايزينه وليكن ده مثلا، وهبتدي اخفف الفاليو بتاعتها خالص. مع تخفيف الفاليو المفروض ان بتبدأ تبان السيركلز او الدوائر اللي حواليها، لكن هي بصراحة مش نافعة معايا تماما. فعشان كده ده بالنسبة لطريقة ممكن تنفع مع البعض. طب في حالة انها ما نفعتش معاك تعمل ايه؟ ارجع ده كله زي ما كان، كبرها شوية، او حتى خليها صغيره كده مش قوي، وهبتدي بدل ما اشتغل على الفيزيبيليتي او على الكالرز بتاعتها، هاجي عند الكالر شيفترز وهديله شكل كروما. تمام، بس ده معناه ان انا مش عايزه اكبرها قوي كده مثلا. نصغر دي شوية، ايوة، ونبدأ فين الكروما، كروما سبريد، فين الازرق يعني. تمام، واجي عند الفيزابيلتي مخفف قوي درجات كمان. تمام، طيب السنتر بتاعي انا جرافيك قوي، خليه ده شوية يعني كده. تمام، وتعالى على الفلير التاني، عايز اصغر السايز بتاعها شوية، عايزها مشي على حواليها بالظبط.
ممكن برضو نديها انا جرافيك شوية سنة صغيرة. ايوه تمام. لا خففها اوي. بعد كده اروح واخده منها كابي واعمل لها بيست تحتها، والمرة دي هزود السكيل شوية بشكل بسيط. تمام، ممكن اغير الكالرز بتاعت السبريد. ايوه بشكل خفيف قوي، ونخفف الفيزابيليتي، يعني بتغير في الالوان زي ما تحب. خففها لي خالص. ماشي، ناخد كمان واحدة تانية كابي منها بيست. نيجي لي السايز بتاعها نكبرها عشان نشوفها. غير لي الكروما بتاعتك، صغر ده شوية. ماشي، ناخد منها كابي تاني، نكبر السايز سنة. بدأ يديني ايه القوس قزح اللي احنا كنا بنتكلم عليه. ماشي، ناخد منها كابي تانية فين السايز، السايز بتاعها يكبر بقى شوية عن كده. الكروما فين يعني؟ اخر واحدة ديت، كبر السايز بتاعها قوي. ممكن ان احنا نعمل ايه بقى لغاية ما اكبر حجم واحد واحد بالشكل ده كده. وممكن بمسك واحد واحد تمام زي ما احنا شايفين كده، لغاية ما اظبط الحجم زي ما احنا عايزين. كده خلي دي اعلى، بحيث انا عايزه املى الفريم للاخر. تمام، ولو مش عايزاها تبقى واضحه بالشكل ده ممكن اخفف في برضو فيهم الفيزابيليتي بتاعتهم قوي. يعني بشكل بسيط برضو عشان ما اخسرش الالوان كلها. خلي البرايتنس يبقى ماشي. كده طيب، كمان ممكن نعمل ايه؟ ممكن ناخدهم هما كده. طيب يبقى ناخد دول كده. هما دول، نشيل الجلو من هنا ونشيل ده من هنا ونبص عليها لوحدها. تمام، وممكن نخلي فيها مثلا ايه نويز. نبص كده على النويز، نغير فيها تغيير بسيط. ممكن نقلل في السايز بتاعها شوية، حاجة بسيطة كده. بعد كده نجيب لها ميرج، خليها هي التوب على. بعد كده ونيجي بقى نبص على المرج هنا ونتحكم في المالتبلاي مدى تأثيره بيها. لا كده مثلا، يعني عايزة بس حتة
نويز خفيفة كده عليه. بص كده يعني حابة التأثير ده شوية. اوكي بص عليها كده من الاخر يعني شوية. طيب عايزين ايه دلوقتي؟ عايزين نضيف لها فلير تانية. فلير نفس الكلام في البوزيشن. ماشي مش مشكلة، ناخدها من الأول أو من أي واحد من دول. حطها هنا وهنا ولا اوكي؟ تمام. دي بقى انا عايزاها تديلي الاشعاع اللي في النص. يعني دلوقتي عايزه اعمل ايه؟ بص كده عايزه الشعاع ده. هعمل الشعاع ده ازاي؟ سواء كان بميل كده او غيره، المهم يتعمل. فهزود المورف، الانامورف قوي، خليه مثلا وريني كده 15. ماشي. طيب لو قلنا كمان 18، طب 20 يعني. بس انا خلي الحجم اصغر ونعوض من فوق، يعني نخليها مثلا زي كده، ونخلي الريديوس عالي قوي. لا مش عالي قوي كده، مش عايزه اللون من جوه ده، خليه لي سلايد. ايوه كده. إيه صغر لي الحجم، السايز بتاعها انا عايزاها يعني ممكن كده. تمام، ممكن نخليها اصغر شويه بحيث تبقى هي مثلا اللي في النص، وهنعمل واحده تانية تاخد الفريم كله. ايوه تبقى كأنها سوفت خالص. تمام، وريني كده في الانر كالر. لا بلاش اوتر. طب تمام، لا علي الاوتر شويه كمان. نديله بقى لون بلو بس درجه اولى شويه. خلينا مثلا اي ما اوصل الدرجة دي نخففها بقى، نجي للستاندر شوية. يعني حاجة زي كده. تمام، ممكن علشان ال لا عايزة تفتح عن كده شوية. السنتر بتاعي ممكن ما يكونش ماشي قوي، فاما هزود الانفور انامور سنة، والبرايتنس بتاعها عايز يظبط يبقى في الجلو نقلله شوية. متأثر معايا حاجة خفيفة من تحت. ماشي اوكي. يعني لقيناها يعني سوفت شوية، ممكن اخففها سنة. لا عايزة حاجة بسيطة. دلوقتي انا عايزة حاجة تانية اكبر من كده، فهندخل هنا فلير كمان. اعمل لها نفس الكلام بخصوص البوزيشن بتاعها. سوري هنا. اوكي
تمام. بعد كده باجي عند الأنامورف، المرة دي بقى اخليها حاجة كبيرة تمام، ونحرك في الأوفست شوية، خليها لي أكتر من كده كمان، بدأت تبقى رفيعة قوي تمام. طيب ممكن لو خليناها مثلا 10، طيب 12، وتعمل لي ده كده وممكن باجي عند ممكن باجي عند الانر كولر خليها 0، فكده عطتني كأن في خطين الاسود كده عطالي التأثير ده. حرك الاوفست كده مثلا، ونخلي ال inner falloff خفيف قوي كده، والاوتر كمان خفيفة خالص كده مثلا، ونيجي نديلها color في البلو برضو. اعتقد كده معقول، هو مش بلو قوي، ماشي يمشي ده شوية. بكده بقى منين ما هتحرك، نيجي عند اول فلير السورس بتاعي، واتحرك كده مثلا، بيبدأ يتحرك معايا بالعكس. لا كده الاوفست كبير قوي، هاتلي الاوفست بتاعك طيب. لما اتحرك انا كده خلوني كده مثلا، بدأ يتحرك معايا بحركة معقولة شوية. يبقى انا بظبط الحركة على حسب الحركة بتاعتي، حسب الاوفست ما اظبطه زي ما احب. الاوفست بتاعك ماشي، تعالوا نضيف مثلا، خليه كده لا عشان اشوفه من بعيد، على فكرة الكالرز بتاعتها راحت قوي، عايزة ارجع منها شوية حاجة بسيطة، عايزة اضيف لها واحد تاني فلير تانية، دي لها نفس البوزيشن تمام، ونخلي الانامورف مثلا 15، طيب 17، خلي الانر سوفت خالص، اوتر شوية مش قوي تمام، خلي السايز بتاعك حلو قوي ده، بحيث يبقى طالع بخط رفيع من بره بيرد عليه، وفي نفس الوقت يبقى في النص، مش عايزة اللي في النص ده يبقى الانر كالر، خليه ابيض خالص. الرينج كالر ماشي، السايز بتاعك ممكن لو مش حابين شكل الخطين اللي من هنا يبقى خط واحد وزي واحد تاني من فوق مثلا، لو حابب
خليها خط واحد، خلي مثلا inner color ده كده ورفعها شوية، خلي السايز بتاعك لا مش للدرجة دي يعني، ايوه تمام. عايزة خط رفيع واخد، ايوه واخدها كلها. والفيزابيلتي بتاعتها نقللها شوية كده تمام. تمام كده، وناخد نفس الفلير ديت كابي، نعمل لها بيست، ندخلها معاهم. دخلت معاهم اه، ونعمل لها الاوفست مثلا، لا اطلعي فوق احسن، بس انتهيلي لو رفعت عن كده تبقى احسن. نرفعها شوية كمان اه، نفس الكلام في التاني برضو. ايوه كده تمام. طبعا الكلام ممكن يظبط تاني مش مشكلة خالص، بس المهم نبقى عارفين اساسها فين. ونخلي دي لا، هنخلي التانية في الاوفست بتاعها اعلى سنة، او حتى قريب منها كده. والاوفست بتاع دي سنة كده، خليها كده مثلا. ممكن ندي لها اختلاف لما نيجي عند الكروما، ندي لها لمسة كروما كده سنة. شايفين اطرافها بدأت تتغير، ممكن برضو امسك للكروما للتاني بالناحية التانية بالعكس. ايوه لمسة البلو حلوة قوي، بخلينا في البلو احلى. تمام كده، برضو مش لدرجة كبيرة، حاجة سلايد خفيفة خالص. طبعا لو انا حبيت اغير اي لون منهم حسب الفليرز اللي عندي، هي لونها بلو خالص، ممكن نغير اللي في النص نخليها بلو. نشوف كده هي انهي واحدة بس عشان نتأكد. لا اه يبقى هي دي. نيجي كده عند الفيزيبيليتي بتاعتها ونغير، اه يا سلام هي دي بالظبط. وخففها لي بقى شوية، طبعا انا حابب اطولها ماشي، حابب تغير الدرجة نفسها مش مشكلة، بس يعني الدرجة دي مش بطالة، خلينا بدي. اوكي دلوقتي بقى عايزين ايه ردي، مثلا هنعمل حواليها هنا، دي بتبقى موجودة في بعض المشاهد بس هي مش موجودة قدامي هنا، مش عارفة ليه. هالة حواليه بس مش بالشكل ده، يعني اللي ورا ده هخففه قوي ونخلي فيه هالة واضحة حواليه شوية، واخدة ولو كيرف صغير خالص. فممكن اعمل ايه، هاجي هنا واقول له اديني فلير تانية، هديها البوزيشن هو هو بالاكسبريشن. يا ربي ماشي مش مشكلة، ثواني دي لها الاكسبريشن بتاعها كده. خدت الاكسبريشن، بقول لها الانر كلر بتاعك يروح خالص تمام. انا عايزة اعملها دايرة رفيعة خالص كده، الحركة في النص مشكلة، ان يعني عندي الاتنين سلايد دول بيتحركوا مع بعض فعملي مشكلة شوية. افضل اتحرك معاهم لغاية ما اوصل للرينج اللي قدامي دي، ممكن اكبرها شوية.
طب ممكن انا عايز ارفعها كمان بعد اذنك يعني. تمام، وهاجي عند الكروما سبريد واديله درجة بسيطة من الكروما. تمام، زي ما عملنا في اللي قبليه، بس المرة دي انا عايزاها تبقى رفيعة قوي. اوكي، ممكن اديلها سنة كده فيها كيرف، اخليها كده مثلا والفها بالانجل اللي فوق. ايوه، هاتيها لي فوق، عايزاها فوق. اه تمام، سنة كده. لا، قريبين من بعض. تمام، بعد كده تعالوا في الفيزيولوجي، بس نخففها قوي. ممكن نخليها نموف شوية. تمام، وممكن اديله دي سنة صغير. لا، من جوه احسن. اه، سنة صغيرة كده. نغير الكالر بتاعك، خلهولي كده مثلا، او ممكن في البينك متهيألي يبقى احلى شوية. بعد كده اخفف كله. تمام، ممكن نلاحظ كمان ان هي يعني هارد شوية، يعني حادة حبتين وباينة قوي. انا عايزة اضيف لها شوية بلور، بس بنفس الوقت ما مش عايزة افقد الالوان ديت، فممكن هاخدها لوحدها كده. تمام، طب ما تقلل لي كمان لون الاحمر ده شوية لو سمحت. اهو، وهضيف لها بلور. كده نزود البلر. ايوه تمام، كوبل ميرج، نزودها مع البوب تاني. بص عليها من هنا. تمام، انر كالور، انر بقى انا عايزاك نفس الدرجة. ايوه، حاجة كده مشعة شوية. ماشي، يبقى نخليها كده بدرجة قريبة شوية. تمام،